استهدفت غارات أمريكية بريطانية مديرية الدرهمي في محافظة الحديدة غرب اليمن. إعلام الحوثيين أكد أن هذه الغارات جاءت بعد ضربات أخرى شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في منطقة رأس عيسى في مديرية السليف ومنطقتي الكثيب والجبانة في محافظة الحديدة. تحذر شركات الشحن الكبرى من استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر رغم جهود الغرب من أجل الحد من هجمات الحوثيين في اليمن. رؤساء شركات الشحن الكبرى أعلنوا أن كمية أو نطاق الأسلحة المستخدمة في هجمات البحر الأحمر تتوسع من دون أن يتضح الزمان والمكان والظرف الذي سيتمكن فيه المجتمع الدولي من ضمان المرور الآمن لسفنها. وتعتبر تصورات شركات الشحن حيل المخاطر مهمة لأنها تحدد موعد عودة السفن إلى المنطقة. وأكد جميع الملاك أنهم سيواصلون تغيير مسار سفنهم حتى يكون السفر في البحر الأحمر آمناً. من عدن معنا مراسل الشرق عبد الخالق الحود. أهلا بك عبد الخالق. إذن هناك غارات أخرى على مناطق في اليمن، أين تركزت هذه الضربات الأمريكية البريطانية وما هي ردود الفعل الحوثية تجاهها؟ نعم عبد الرحمن، جدد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قصفها لمناطق سيطرة الحوثيين، وتحديدا قصفت هذه الطائرات صباح هذا اليوم وقبل قليل أيضا مناطق في محافظة الحديدة. نتحدث عن منطقة الصليف وكذلك أيضا الدريهمي وبالإضافة إلى منطقة رأس عيسى. هذه الضربات عبد الرحمن تأتي امتدادا للضربات التي أعلن عنها البنتاجون يوم أمس وقال بأنها استهدفت 4 زوارق فخخ الحوثيين بإضافة إلى 6 أو 7 صواريخ كان الحوثيون يجهزونها لإطلاقها باتجاه السفن الملاحية الدولية في البحر الأحمر. البنتاجون أيضا عبد الرحمن كان قد أعلن عن إصابة 100 هدف للحوثيين منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في اليمن، وقال بأن هذه الضربات طالت منصات إطلاق صواريخ وكذلك أيضا مخازن أسلحة بالإضافة إلى مخازن أخرى تحوي أيضا طائرات مسيرة بالإضافة إلى 3 مروحيات في محافظة صنعاء. هذه الضربات أيضا رد عليها الحوثيين كعادتهم وقالوا بأنها سيتم الرد عليها في الوقت والمكان المناسبين، وقال محمد عبد السلام بأنها أيضا لن تضعف قدرات الحوثيين ولن تثنيهم أيضا عن مواصلات نصرتهم للشعب الفلسطيني وأنها ستنتهي حالما انتهى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه التصريحات تأتي أيضا متوازية مع تصريحات أخرى صدرت عن الحكومة اليمنية وقالت بأن أي تفاوض بشأن مصير البحر الأحمر وأيضا الوضع في البحر الأحمر هي المنوط الرئيسي بهذا التفاوض سواء مع القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو مع القوى الإقليمية. شكرا لك من عدن مراسل الشرق عبد الخالق الحود. الأردن من الدول التي تأثرت بشكل واضح بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، ما استدعى الجهات المعنية لاتخاذ خطوات لتخفيف الآثار السلبية على السوق المحلي. استمرار اضطرابات البحر الأحمر يلقي بظلاله بشكل ملحوظ على الاقتصاد الأردني، فالتجار ما زالوا يعانون من تأخر وصول البواخر وارتفاع كلف الشحن، مما يزيد مخاوف المواطن من ارتفاع أسعار السلع. العدد كبير من البواخر يعني غيرت مساراتها وصار في تأخير بالإبحار بشكل كثير كبير. كان في عزوف عن القدوم عبر باب المندب. كثير من البواخر يعني فضلت ابقاء الحاويات بعيد عن المنطقه، وهذا اثر على بصراحه سرعه وصول البضائع الى ميناء العقبه، بالاضافه الى زياده كبيره جدا في اسعار الشحن. لن يكون هناك زيادات نتيجه نقص المعروض، وانما سيكون هناك بعض ارتفاعات نتيجه ارتفاع كلف الشحن. قطاع المركبات في البلاد شهد تأثرا بشكل كبير نتيجة الأزمة، إذ ارتفعت أسعار المركبات ما بين 500 و700 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأخر وصول البواخر إلى ميناء العقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر. قطاع المناطق الحرة اليوم عندنا البضائع تكدست في جبل علي، عندنا مشكلة كبيرة اليوم، يعني بجوز في للأردن أكثر من 9 إلى 10 آلاف سيارة الآن موجودة.
احنا واجهنا مشكلة اللي كانت أجور النقل يعني من 8000 ل 9000 درهم للناقل اللي هي يعني بتحمل 8 سيارات. اليوم الناقل إيجارها 23-23 ألف درهم، يعني بمعنى آخر كل سيارة زاد على تكلفتها $500. إلى هذا الرصيف البحري وصلت خلال شهر يناير من العام الماضي 45 باخرة، أما في الشهر ذاته من العام الحالي فقد وصلت 23 باخرة فقط. أمر استدعى من الجهات المعنية وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة للحفاظ على سلاسل التوريد دون عوائق.